في الشأن الجمعوي ومواصلة لسلسلة من المنتديات التواصلية على صعيد جهات المملكة، انطلقت عشية اليوم بإقليمهم فعاليات الحوار الجهوي 17 حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة. الجلسة الافتتاحية هذا المساء تقدمها الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وعدد من أعضاء لجنة الحوار الوطنية، حيث تناولت المداخلات أهداف وسياقات هذه المشاورات الجهوية مع النسيج الجمعوي بجهة إقليمهم السمارة. مجموعة من الورشات ستقام يوم غد وستثير النقاش بخصوص آراء المجتمع المدني قبل بلورة أفكار لتأهيل المجتمع المدني للقيام بأدواره، ولنا عودة لهذا الموضوع في نشرة الغد إن شاء الله. بقليميم اختتمت اليوم أشغال الندوة الجهوية حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة على مستوى جهة إقليميم السمارة، أشغال تقدمها الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ونشطها أعضاء من اللجنة الوطنية للحوار. منتدى تشاوري أتاح فرصة حقيقية للنسيج الجمعوي بالجهة لإبراز تصوراته وأفكاره بخصوص تأهيل المجتمع المدني. حافظ محضار حيجب تامك وخالد تريكزي. حلقة أخرى من سلسلة اللقاءات التشاورية الجهوية حول موضوع المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة تلتئم بعاصمة جهة إقليميم السمارة، لقاءات تواصلية تؤطرها اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار التي خولها له دستور المملكة في مسعى للتداول مع مختلف الفاعلين الجمعويين والمدنيين في كل ما يتعلق بمضامين هذا الحوار الوطني، وخاصة أحكام الدستور ذات الصلة بالديمقراطية التشاركية والحياة الجمعوية ومشروع ميثاق الديمقراطية التشاركية. القيمة ديالها أولا هي كنمارسوا فيها واحد الواجب ديال اللجنة، أنها تمارس أكبر قرب من الجمعيات وتعطي أكوسع وأيسر فرصة لمختلف الجمعيات في المغرب أنهم يجيو ويعبروا على الصوت ديالهم ويقولوا الرأي ديالهم. فداك الشيء علاش حنا اليوم في المحطة 17 اللي هي لقاءات جهوية، الغاية منها هو واحد جلسات عمومية ديال الإنصات الآراء والمقترحات ديال الجمعيات. القيمة المضافة لها مدنيا هو أنها كتعطي فرصة للجمعيات يتلاقوا حول قضاياهم، حول شؤونهم، حول حقوقهم، حول حرياتهم، حول الذات الجمعويه اليوم، حول الجسم الجمعوي كيفاش يوقع النهوض به وتطويره. هذه الندوات الجهويه المهم منها هو نسمعوا للناس، نصنتوا لهم، ياك نوضعوا ارضيه القوانين التنظيميه للمجتمع المدني، لكون المجتمع المدني ضريك هو شريك في اطار الديمقراطيه التشاركيه، والدستور عطاه ياسر من الصلاحيات، الملتمسات، العرائض، المجلس الاستشاري للعمل الجمعوي للشباب والعمل الجمعوي، وبغينا من خلال هذا اللقاء تعود عندنا مجموعه من الافكار ومجموعه من الاراء اللي لهن ان شاء الله تنبثق من هذا اللقاء الجهوي. هذه المنتديات الجهوية تتوخى إنتاج توصيات وإجراءات لتأهيل المجتمع المدني للأدوار المقبلة، سواء فيما يرتبط بتقديم العرائض أو بتفعيل الدستور، وكذا صياغة ميثاق للتشاركية. ورشات عقدت في هذا السياق أتاحت لممثلي النسيج الجمعوي بالجهة فرصة لعرض تصوراته بهذا الخصوص. انتظر من هذا الحوار أن يخلص إلى مقترحات عملية تهم أساسا استقلالية الجمعيات، تهم تمكين هذه الجمعيات من الصلاحيات التي تعزز موقعها ومكانتها في المجتمع، وأيضا تمكينها من كل الوسائل المادية والمالية لتلعب دورها الحقيقي. التأمنا في هذا الحوار الجهوي في الدورة 17 حول معالجة كل العوائق والإشكاليات التي تحول دون في بعض الأحيان إلى عرقلة فعالية المجتمع المدني في القيام بأدوارها، وكذلك صياغة مدونة الحقوق، وكذلك الميثاق الوطني حول إنزال هذه الوثيقة الدستورية المتعلقة بالمجتمع المدني. نأمل كمجتمع مدني أن نحقق يعني أن يتم تفعيل وأجرأت الدستور من خلال تنزيل المحكم له وإعطاء المجتمع المدني دينامية أكثر في
الوطن. ننتظر من هذا الحوار الوطني أنه يخرج بتوصيات ويتم نقولها ونركز على هذا، أن التوصيات اللي نتمناو عنها تمرق من هذه اللجنة الجهوية أو من هذا الحوار الجهوي أنه يتم تفعيلها على أرض الواقع، ونبغوا نشوفوها في الميثاق الوطني للمجتمع المدني. احنا دلينا بمجموعة من الآراء والمقترحات اللي نتمناو انها تكون متضمنه في الميثاق الوطني للمجتمع المدني اللي غيشكل ارضيه العمل بالنسبه للمجتمع المدني باش يتبوى الادوار ديالو اللائقه به اللي منحها له الدستور. نامل ان تطبق هاي النقاط وهي اللي صادقت عليها اللجنه وهي الاقتراحات اللي اقترحت، من ضمنها اولا اسمه فصل ديال التشريع وفصل ديال العرائض وفصل الديمقراطيه التشاركيه. نبغونا ان كان كفاعلين جمعويين ان يشاركونا في اي مقترح اي مشاريع واي مساله اللي تهم مصالح اسمه الجماعه او المدينه ككل. جايين باش نحضروا في الحوار المدني، ولهذا احنا الحمد لله عندنا فرحه بذا المجتمع المدني، لان عادي نطرح في الدستور وعادي يشارك، ونتمنى انه يشارك اكثر. مشاورة إذن في محطتها قبل النهائية على أن تختتم بلقاء مماثل على صعيد جهة العيون بجدور الساقية الحمراء، تعقبه ندوات أخرى على المستوى المركزي لتقديم مرتكزات ميثاق الديمقراطية التشاركية التي ستجعل من النسيج المدني عنصرا فاعلا ومؤثرا وصانعا للقرار وفق النصوص الدستورية. وعلى هامش هذه الندوة الوطنية كان الزميل حافظ محضار قد أجرى لقاء مع السيد الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، لنتابع. نعم، إذن السيد الوزير قليميم يعني المحطة 17 في سلسلة المشاورات الجهوية حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، سياق ديال هذه المشاورات هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إذا شئنا نقول نحن في مرحلة لكتابة ثانية للدستور من خلال تحويل يعني المقتضيات العامة أو المحكمة في الدستور إلى مشاريع قوانين من خلال حوار كمنهجية، وبالتالي هذا الحوار له أهميته المنهجية في أنه يشرك أوسع الفاعلين المدنيين سواء عبر الحوارات المباشرة كما نحن اليوم في قلميم المحطة 17 أو من خلال آليات أخرى موازية تتعلق باستقبال المذكرات والإنصات المباشر وعمل الخبراء. وطبعا الغاية كما قلت هو أننا نخرج على واحد المنظومة من القوانين اللي تفعل أدوار الفاعلين الجمعويين اليوم، سواء تعلق الأمر بتفعيل أدوار المواطنات بصفة عامة والمواطنين فيما يتعلق بالعرائض والملتمسات، أو بتأهيل الحياة الجمعوية لكي تكون في مستوى التحديات المستقبلية. نعم سيد الوزير، كيف تقيمون أشغال 16 محطة ماضية من هذه الورشات هذه؟ هناك اولا اقبال يعني رائع جدا للجمعيات، هناك تشخيص دقيق لاختلالات المجتمع المدني بكل صراحه، كما الوقوف على نقاط قوته ونقاط يعني التميز ديالو، وهناك كذلك القوه الاقتراحيه لتجاوز اختلالات الماضي سواء تعلق بحريه تاسيس الجمعيات او تعلق باستقلاليتها او بحكامتها او بشراكتها وتمويلاتها سواء مع الدوله او مع الخارج او فيما يتعلق بالنفع العام او ما يتعلق بما يسمى بالمهن الجمعويه او التطوع والوضع القانوني للمتطوعين او المؤسسات اليوم اللي خص تكون واحد التصنيف من الـ يعني الجمعيات اللي اليوم بحاجه ان يكون عندها تصنيف للجمعيات حتى تكون كلها تسمى جمعيات. لابد اليوم من الوضع القانوني للتنسيقيات للشبكات للائتلافات لكل هذه الامور اليوم يجب ان تكون لها وضع قانوني واضح وصريح، وبالتالي اكتشفنا عن قرب القوه الاقتراحيه الهائله لهذه الفعاليات الجمعويه. نعم، النتيجه اللي كتوقعها السيد الوزير من خلال عقد هذه المشاورات هذه؟ هناك نتيجة خلينا نقول بأنها بيداغوجية منهجية، هو أولا تكريس ثقافة الحوار في المجتمع، تكريس ثقافة الإنصات والاستماع للمتفق والمخالف والمعترض، وهذا منهج اليوم. هذا الحوار بالمناسبة لعله هو الحوار رقم 15 في تاريخ الحوارات الوطنية، فهو ينضاف إليها اللي كان طبعا آخرها هو حوار إصلاح منظومة العدالة. إذا فمن ناحية المنهجية والبيداغوجية والتربوية هذا الحوار يصب في تكريس ثقافة الحوار المجتمعي بديل عن منطق المواجهات ومنطق الاستقالة والمعارضة السلبية إلى آخره. أما على مستوى المخرجات المرتقبة ننتقل إن شاء الله، ننتظر أن تكون هناك منظومة قانونية في مستوى التحديات الدستورية اليوم. أولا قانون لتنظيم الحق في تقديم ملتمسات التشريع، قانون تنظيمي لتقديم يعني الحق في تقديم العرائض،
مراجعة جذرية وشاملة للحياة الجمعوية منذ تأسيس الجمعيات إلى حلها عندما يكون الحل قرارا قضائيا. كل هذه المراحل، هذه التطورات، تنظيم الديمقراطية الجمعيات، حكمة الجمعيات الداخلية، شاركة، كل هذه الأمور نحتاج اليوم إلى إخراج منظومة قانونية متطورة في مستوى هذه التحديات. إن شاء الله هذه كلها أمور مرتقبة بعد إعلان إن شاء الله خلاص هذا الحوار. نعم، بعد استكمال هذه المشاورات الجهوية، الخطوة القادمة سيد الوزير؟ الخطوة القادمة طبعا ننتظر بفارغ الصبر استكمال كل فعاليات الحوار، اللي بالمناسبة لابد أن أشكر القائمين عليه الفعليين اللي هم اللجنة الوطنية برئاسة الأستاذ مولاي إسماعيل العلوي وكل الأعضاء المناضلين في هذه اللجنة. ننتظر إن شاء الله لحظة 13 مارس 2014 في هذه المحطة، سيكون قد انصرم سنة من عمل هذا الحوار، ولغاية تكون مناسبة لتقديم خلاصات الحوار للمجتمع برمته. وبالتالي المرتقب إن شاء الله هو أن تقدم اللجنة الوطنية للحوار خلاصة عملها في كل هذه الإشكالات المتعلقة بتفعيل الدستور، بتأهيل الحياة الجمعوية، دون أن أنسى أن كذلك من الأمور المرتقبة إنتاج ميثاق للتشاركية، يعني كديمقراطية متكاملة متضافرة مع التمثيلية الناتجة عن صندوق الاقتراع وعن صندوق الانتخابات. نعم سيد الحبيب الشوباني الوزير المكلف للعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، شكرا لك. شكرا لكم. احتضنت جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء الملتقى 18 للحوار الوطني حول المجتمع المدني. الملتقى ترأسه السيد الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وعرف حضور لجنة مكلفة عن الوزارة والعديد من المجتمع المدني المحلي. سلك رحال وصالح حرقيبي. الحوار الوطني وأهداف اللقاء الجهوية والمرتكزات الدستورية للديمقراطية التشاركية وأدوار المجتمع المدني والحياة الجمعوية محاور تمت مناقشته خلال الجلسة الافتتاحية لبرنامج اللقاء الجهوي 18 بجهة عيون بجدور الساقية الحمراء. لقاء ينظم ضمن رؤية مسؤولة تسعى إلى تقوية أدوار المجتمع المدني كفاعل أساسي في البناء الديمقراطي والتنموي. الحوار حول المجتمع المدني يقتضي بالضرورة الاتصال بجمعيات المجتمع المدني بممثليها وكذلك بنشطائها، وهذا ما نصب إليه في إطار هذه اللقاءات الجهوية. لماذا؟ لنستمع أولا ولننصت لكل ما يخالج أفئدة الشباب الذي يعمل في إطار الجمعيات. الحوار الوطني على مستوى الجهة يكتسي طابعا استراتيجيا لكونه بحسب المهتمين ينخرط في رؤية تجديدية وحداثية تستجيب لحاجات وانتظارات الحركة المدنية والجمعوية الوطنية. عندنا مجموعة من التساؤلات نطرحها على المجتمع المدني كي يجاوب عليها، لأنه محور خاص بالحياة الجمعوية والحكامة في الحياة الجمعوية، الملتمسات والعرائض، القوانين المنظمة كيف قلنا للحياة الجمعوية، والمجلس الاستشاري للشباب والمجتمع المدني. أولا نستمع المجموعة من العروض لمجموعة من الأساتذة الأجلاء، ومن أجل ندلو بدلونا بمجموعة من الاقتراحات والتوصيات اللي في الأخير غادي يتمخض عنها واحد مجلس للشباب والمجتمع المدني اللي هو داخل في إطار الدستور. الفاعل الجمعوي الآن أصبح عنده دور حقيقي في هذه الأدوار الدستورية الجديدة، وخلال الحوار سيكون مجموعة من الورشات اللي غادي يكون الإنصات لكل الفاعلين بجميع أشكالهم لرفع هذه التوصيات للقاء الوطني سيكون مارس إن شاء الله القادم. احنا لدينا طبعا عدة اقتراحات، يعني نحن وقت إلى كتبها الله وندمجها ضمن التوصيات اللي يمكن تصدر عن هذا اللقاء إن شاء الله. وتعتبر اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني لجنة استشارية أحدثت بمبادرة من الحكومة، حيث سطر البرنامج الحكومي بوضوح الالتزام بفتح ورش الديمقراطية التشاركية بتفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة وتطوير العلاقة مع المجتمع المدني. وعلى هامش فعاليات الحوار الوطني حول المجتمع المدني، كان الزميل محمد مصطفى خيا أجرى لقاء مع الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني السيد الحبيب الشوباني. لنتابع. أرحب بكم مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء الذي أستضيف فيه هنا بمقر قصر المؤتمرات بالعيون السيد الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. أهلا بك سيد الوزير على شاشة قناة العيون الجهوية. أهلا وسهلا. سيد الوزير، بداية كنبغوا نعرفوا الأهداف المتوخاة بطبيعة الحال من هذا الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة. هذا الحوار من أهم أهدافه
أن يكون آلية من آلية تفعيل الدستور فيما يتعلق بدور الجمعيات المرتقب طبقا للمقتضيات الجديدة للدستور. نعني بذلك ماذا؟ اليوم نريد جمعيات أكثر حرية في التأسيس بدون معيقات، بدون مساطر معقدة. نريد كذلك أن نحقق استقلالية أكبر للجمعيات. نريد كذلك تحقيق ديمقراطية أكبر في إدارة الجمعيات. نريد كذلك أن يكون هذا العمل طوعي أو تطوعي فضاء للتربية على الديمقراطية، للتشغيل كذلك. كل هذه الانشغالات اليوم لها علاقة بخصائص المجتمع المدني الذي يجب أن يكون قوة منظمة في المجتمع ويسهم في التنمية وأساسا في صناعة القرار. إذا سيد الوزير، المهام المنوطة بكم كمشرفين على الحوار الوطني حول المجتمع المدني والدوار الدستورية الجديدة وبطبيعة الحال تطوير هذا العمل هذا، كيفاش كتشوفوا انتم سبل تطوير هذا العمل هذا؟ هناك مدخلين رئيسيين لتطوير دور الجمعيات في المستقبل. أولا، منظومة قانونية جديدة متطورة في مستوى الدستور تشمل كل ما له علاقة بأدوار الجمعيات منذ التأسيس مرورا بالتنظيم بالشراكات بالنفع العام بالتطوع بالجوانب المحاسباتية إلى آخره. الأمر الثاني هو دورة الوصول إلى خطة استراتيجية وطنية من شأنها أن تستثمر في العنصر البشري أي في التكوين. لابد اليوم من إيجاد أجوبة عملية متعلقة بالبعد المؤسساتي في التكوين وكذلك بالبرامج التي من شأنها أن ترتقي بمهارات وخبرات الجمعيات لكي تكون في مستوى المخرجات المرتقبة أي في مستوى القوانين إن شاء الله الجديدة. سيد الوزير، كسؤال أخير، ما أنتم مقبلين عليه بحول الله مستقبل لتطوير النتائج اللي يمكن نحصلوا عليها من خلال الحوار الوطني حول المجتمع المدني والدور الدستورية الجديدة مستقبلا بحول الله؟ وجود مجتمع مدني قوي منظم مستقل خبير بمهارات معناه ماذا؟ معناه أنه سنربح تنظيم جهود وطنية عدة في سياق مدني يعني متطوع، سنربح جهود أكبر في التنمية، سنربح تدخلات لمصلحة المواطنين، سنربح شراكات أكثر عد وشفافية وتوازن بين الدولة بين الجمعيات بين المؤسسات بين القطاع الخاص. اليوم لم يعد هناك خلاف ولا شك بأن الجمعيات أصبحت لاعب رئيسي وفاعل رئيسي في صناعة التنمية الوطنية. هذا الحوار ومخرجته إن شاء الله هي مقدمة لإنتاج إجابات قانونية ورؤية تكوينية استراتيجية للنهوض بهذا الفاعل الأساسي. إن شاء الله، جزيل الشكر لك السيد الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. إلى اللقاء سيداتي سادتي. اختتمت اليوم فعاليات الملتقى 18 للحوار الوطني حول المجتمع المدني. فعاليات اليوم الختامي تميزت بتنظيم ورشات وجلسة ختامية سطرت خلالها مجموعة من التوصيات. سالك رحال ومحمد مولود من لا يخاف وإبراهيم جولي. ورشات نظمت خلال هذا الملتقى قاربت فلسفة التشارك والتداول وخبرات الحركة الجمعوية في هندسة التملك المشترك للفعل الجمعوي. الجلسة الختامية للملتقى تم التطرق خلالها لخلاصات ملاحظات الفاعلين الجمعويين المحليين واقتراحاتهم وتوصياتهم بخصوص عمل جمعوي هادف وفعال تماشيا مع مقتضيات الدستور الجديد. المشاكل تقريبا في الجهات كلها هي نفسها مع يعني التأكيد على واحد مجموعة ديال التوصيات وبإلحاح شديد خاصة ما يتعلق بالعلاقة بين المجتمع المدني والسلطات المحلية ولا مع وزارة الداخلية. كاين واحد المطالبة عند الفاعل المدني في تقريبا جميع الجهات ديال المغرب على ضرورة إعطاء صلاحية الإشراف على التأسيس وهذا القضاء. إذن هذه إشارة جيدة من هؤلاء الإخوان وفيها إشارة قوية للوحدة أن العيون إذا كانت الرباط هي عاصمة فالعيون هي تاج على رؤوس المغاربة جميعا. والدليل الختم بهذا أن الندوة الأخيرة دائما كان الاختتام بالعيون والحمد لله كان ختام جيد وفي المستوى. احنا كجمعيات محلية نطالبوا إدراج اللهجة الحسانية كرافد من روافد الثقافة المحلية والجمعيات المهتمة بالثقافة الحسانية إدراجها في المجلس الأعلى للشباب عن طريق ملتمسات داخل توصيات المجلس اللجنة الوطنية للمجتمع المدني. عدالة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى المعلومات المرتبطة بالشراكات مع القطاعات الحكومية والجماعات الترابية وضمان حقوق الفاعلين في العمل الطوعي وإقرار نظام تدبير مالي خاص بالجمعيات والمنظمات غير الحكومية إصلاحات ضرورية ضمن أخرى لنجاح الأهداف المنشودة من العمل الجمعوي.